حضرات ضيوف الكرام، الأخت جولانا الممثلة بمنظمة الصحراء العالمية بتونس، الحضور الكريم، السيدات والسادة الإعلاميين، دونك يسرني أن أشرف اليوم على هذه الندوة الصحفية للتأكيد مرة أخرى على أهمية العلاقة الوثيقة بين الإعلام والصحة التي تتواصل منذ سنوات خدمة لصحة المواطن وتعزيزا لسبل الوقاية في عصر اجتمعت فيه عادات مضرة وسلوكات خطرة أصبحت تهدد سلامة مجتمعاتنا واستقرارها الصحي والاقتصادي والاجتماعي. العلاقة بين الصحة والإعلام تبلورت خصوصا في نجاح ما حققته تونس في مجال مجابهة كوفيد. الحمد لله إذا كان اليوم خلطنا في تونس أكثر من 5,300,000 تونسي يستكمل التلقين بفضل الله صحيح، لكن بفضل الجهود من كافة الأطراف، هيكل الدولة، المجتمع المدني، المنظمات الوطنية، المتطوعين والمتطوعات، لكن كذلك الإعلاميين، الإعلام اللي لعب دور هام في إيصال المعلومة للمواطن في حق التلقين، في قهر، في حق الاحترام الإجراءات الوقائية، لبس الكمامة، تباعد واحترام البروتوكولات الصحية. فشكرا للإعلام. واللي نطلبه من الإعلام اليوم هو مواصلة الجهود في تكريس ثقافة الوقاية. والوقاية من التدخين ومكافحة التدخين والسلبيات، والتدخين كعامل اختطاف هو موضوعنا اليوم. معناتها مازالت الخدمة مع بعضنا باش تتواصل إن شاء الله. لذلك نلتقي اليوم لتقديم نتائج الدراسة الطبية والاقتصادية التي تمت بدعم من منظمة الصحة العالمية وأمانة الاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخين وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، واستغل هذه الفرصة لتثمين المجهود المتواصل لشركائنا في هذا المجال. فكل الشكر لهم جميعا. وتتمثل هذه الدراسة التي سيتم عرض نتائجها بعد قليل منطلقا قيما للاستفادة منها في مجال مكافحة التدخين، وذلك للعمل على الحد من الانعكاسات السلبية التي تخلفها هذه الآفة، ليس على الصحة فقط بل كذلك على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية باعتبار تأثيرها الكبير على الموارد الأساسية للفرد وكذلك الأسرة، ولما يتطلبه التكفل بالمصابين بالأمراض الناتجة عنها من مصاريف باهظة، ولما تسببه من تأثير على عملية التنمية نظرا لتقلص مردودية المصابين ووفاة الكثير منهم، وهو ما جعل الهيئات والمنظمات الدولية تصنف هذه الآفة من بين الأخطار التي تهدد نمو الكثير من البلدان. ومن المعروف أن التدخين هو صنف كسبب وفيات التي يمكن منعها. C'est une parmi les facteurs de décès évitables. Le tabac entraîne le décès, entraîne la mort, mais qu'on peut éviter. معناتها فما وقاية أولية يمكن العمل عليها، والتدخين كعامل اختطاف يمكن القيام بوقاية أولية للحد منه والحد من الأمراض الناتجة عن التدخين، وخصوصا الأمراض الغير مقبولة، الأمراض الغير السارية،
أمراض القلب والشرايين اللي هي تمثل السبب الأول للوفيات في العالم وفي تونس. إن الأرقام التي أبرزتها الدراسة تعكس حقيقة التحديات التي نواجهها لمكافحة التدخين وما يتطلبه ذلك من ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف والهيكل والهيئات المتداخلة، حيث بلغت نسبة التدخين في تونس أكثر من 48% عند الذكور و 3% عند الإناث الذين سنهم 15 سنة فما فوق، وذلك وفق عملية المسح التي قامت بها المعهد الوطني للصحة بتونس سنة 2016. ويتسبب التدخين في حوالي 13200 حالة وفاة سنويا، وهو ما يمثل 20% من الوفيات في تونس، مع عدد كبير، عدد مهول اللي نجم نقلصوا فيه بحاجة سهلة بالوقاية الأولية وبالوقاية مع لا بريفونسيون بريمير مي اوسي لا بريفونسيون بريمونديال. الوقاية ما تتطلبش برشا فلوس، ما تتطلبش برشا ماديات، لكن تتطلب عمل ومجهود جماعي. اللي نعاود نطلبوا منكم السادة الإعلاميين والإعلاميات، معناتها باش نكثفوا الجهود نتاعنا في سبيل التوعية ونعاود تكريس ثقافة الوقاية لدى المواطن ولدى المجتمع. وللحد من انعكاسات وتداعيات هذا الوضع الوبائي كيف معناتها للتبغ حول استهلاك التدخين في تونس، حول استهلاك التبغ في تونس، التبغ معناتها السيجارات، لكن كذلك اخذ جمال نقولوا النرجيله ولا الشيشه، معناتها التبغ بكل اصنافه. يجب العمل على توفير جميع الاليات وتضافر الجهود لتفعيل الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للوقاية والحد من الأمراض الغير السالية كمنظومة متكاملة. ومن أهم عناصر هذه الاستراتيجية هي مكافحة التدخين كعامل اختطار لهذه الأمراض، والذي يتسبب كما قلت لكم في وفيات التي يمكن الحد منها وإلا يمكن منعها. وتعتبر مكافحة التدخين أولوية قصوى ومستعجلة للمحافظة على الموارد البشرية والمادية، وهي مسؤولية مشتركة. عودت ثلاث مرات مقبلة، مش مسؤولية مشتركة، معناتها كلنا نخدم عليها اليد في اليد بين كل القطاعات، كافة المتدخلين كل فيما يخصه، مع ضرورة التنسيق والتشاور بطبيعة الحال في أخذ القرارات اللازمة. حضرات السيدات والسادة، لقد حرصت تونس على تعزيز ودعم جميع المبادرات المتعلقة بمكافحة التدخين، من ذلك مصادقتها على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخين لمنظمة الصحة العالمية لعدة أسباب، أهمها أعطاء فرصة لتفعيل وتعزيز القوانين التي وضعتها تونس منذ أكثر من 20 سنة 1999، مساعدة المواطن على المحافظة على صحته بقطع النظر على الانعكاسات الاقتصادية المترتبة عن ذلك، تعزيز انخراط المواطن في تبني سلوك واعي ومسؤول واتباع نمط عيش صحي وسليم للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر كالإدمان على التدخين. ونرجع نقول هي تكريس ثقافة الوقاية في المجتمع، وكذلك تسجيل نتائج دون المأمول في نسبة الامتناع عن التدخين وتزايد الإدمان على هذه الآفة، لا سيما لدى الشباب. هذا مع القوانين التي وضعت للحد من التدخين، لنصح عدم التدخين، للفضاءات المخصصة للمدخنين ولا لعدم التدخين فيها، الفضاءات العمومية والفضاءات المشتركة. هذا ما خلطش باش يحد من نسبة استعمال والتدخين في المجتمع التونسي.
حضرت السيدات والسادة أننا اليوم أمام آفة الحد منها يحتاج بالإضافة إلى العمل الجماعي إلى قوة الإرادة والوعي المسؤول للفرد وللمجتمع. لذلك فأننا نعول عليكم السيدات والسادة الإعلاميين لتحسيس المواطنين وتوجيه سلوكهم وعاداتهم نحو الأفضل، ونحن على يقين أن تعاوننا سيثمر بإذن الله نتائج ترتقي إلى مستوى ما تطمح إليه من تكريس ثقافة الوقاية لدى المواطن والمجتمع، وفي جعل تونس بلادنا تونس نموذجا ومرجعا عالميا. عاشت تونس حرة منيعة أبية شامخة أبد الدهر. السلام عليكم.